السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. نبغي نطلع وعشاء اليوم ان شاء الله. جبت لكم فيديو جديد، غادي نقدم معكم وجبه عشاء خفيفه ولذيذه وسهله في نفس الوقت. غادي نبداو المقادير. عندي كيلو ديال البطاطا اللي ديجا قشرتها، غادي نقطعها طريفات صغار. ثم ممكن ديروا كيلو او نص كيلو على حسب العدد ديال الافراد اللي عندكم. غادي نقطعوها كامله. غادي نقطعها غير طريفات صغار باش طهي تسلق لينا، ما تاخذش لينا الوقت. انا قطعتها ودرتها في واحد الكاسرونه ودرت عليها الماء. دابا غادي ندير واحد الورق سيدنا موسى حسب التسميم وقبيصه نتاع الملح باش ما تطيبش لينا السوسه وشويه نتاع البزار. غادي ندير غتسلق غير نص سلقه لمده ديال 5 دقائق حيت مازال غطيب. انا درت كاسرونه فوق البوطا ودرت نص كاس نتاع زيت المائده. عندي جوج بصلات كبار اللي ديجا قشرتهم وقطعتهم طريفات صغار، غادي نديرهم يتشحروا في الزيت حتى يطيحوا لينا داك البصيلات مزيان. غنبقاو نقلبوا في ديك البصيلات حتى يتشحروا مزيان. نخليو البصلات تشحر مزيان. عندي هنايا كيلو نتاع الكفته، كفته ديال العداد او ديال اللحم اللي كاين. عندي شويه ديال التحميره، شويه نتاع الكمون، شويه نتاع الخرقوم، وشويه نتاع السكينجبير، وشويه نتاع البصل، قبيصه نتاع الملح وربيع. والثومه بودره، الا ما كانتش ممكن تكتفيو غير بالثومه العاديه، راس نتاع الثومه. عندي شويه ديال لاصوص السوجا، كتعجبني لاصوص السوجا انا في الطبخ، شويه نتاع الهريسه على حسب الطوق اللي ما بغاش يديرها باش انا كتعجبني كيعجبني طيب الهريسه. وغادي نخلطو مزيان ديك الكفته مع التوابل، كنخلط مزيان حتى يدخلو ديك التوابل كاملين في الكفته. الكفته ممكن ديرو ديال الغنمي او ديال البكري او ديال الحبيبي اللي كاين لحاضر. غادي نكوروها ونحطوها فواحد الطبيصل ديال كبيرات صغار. بقاو كنكور في ديك الكفته تنكملوها كامله. هاد الكغاتان على فكره كتجي بزاف، كتجي هائله البنات. نتمنى منكم تجربوها، انا الاغلبيه كنديرها للعشاء. دابا غادي نشدو ديك الكفته اللي كورناها وغنستفوها فوق ديك البصيله اللي ديجا تشحرات. غنبقاو غادي كنستفو ديك الكفته حتى نكملوها كامله. كنحطوها بطريقه عشوائيه البطاطا كتسلق. بقاو غادي كنحطو ديك الكفته تنكملوها. الوجبة خفيفة وسريعة واقتصادية في نفس الوقت، كتاخدش الوقت. من بعد ما ستفنا ديك الكفتة كاملة، دابا غادي نشدو لاصوص، لاصوص طوماط. دابا غادي نديرو لاصوص طوماط. انا عندي هادي جاهزه، نتوما الا ما كانتش عندكم لاصوص طوماط اللي كتباع جاهزه ممكن ديرو جوج مطيشات تحكوهم وديرو عليهم التوابل وتخليهم يطبخو مزيان. من بعد شدو داك لاصوص وتخلوها فوق ديك الكفته. غادي نخليو دابا الكفته طيب مزيان مع البصله. غادي نزيد شويه ديال الماء ونخليها طيب لمده ديال 15 دقيقه ونرجع معاكم. البطاطا من بعد ما تسلقات صفيتها ودرتها في المول ودرت عليها شويه الملح وشويه نتاع البزار. غنخلطو داك البطاطا مزيان باش ما طيبش لينا السوسه. انا ديجا رانيت على الفرن كيسخن وغادي ندخلها للفرن تحمر لينا غير من التحت، تحمر لينا شويه لمده ديال 15 دقيقه وعاد نخرجوها.
من بعد ما دخلت البطاطا تحمر، انا دابا كنقلب في ديك الكفته، جات زاهره ديك الكفته ها الى يلهت واحد المذاق ما نعاودش لكم الريحه بعدا اختي، ما نقولش لكم الريحه زوينه. هيا البطاطا من بعد ما تحمرات خرجتها، غادي نشد ديك الكفته غادي نخويها فوق ديك البطاطا، نخويها ونقنس نقنس في ديك الكفته تتغطي لينا ديك البطاطا كامله. غادي نقنس في ديك الكفته ديالنا، طبق سهل واقتصادي في نفس الوقت، ما كياخذش الوقت. نقنسوا في ديك الكفته، تنغطي ديك البطاطا، انا غادي نشعل الفرن كيسخن. دابا غادي ندير الفرماج بحسب الاختيار، الا ما كانش بلاش غادي نديرو من الفوق، وغادي ندخل ديك الكراتان غير من التحت غير باش يدوب لينا ديك الفرماج، ومن بعد نخرجو الكراتان ديالنا، لان ديجا الكفته طايبه والبطاطا طايبه. غندخلو المول لمده ديال 5 دقائق وصافي ونخرجو. هاهي الكفته يا البنات، كتجي غزاله غزاله غزاله، وجبة عشاء خفيفة. ما نعاودش لكم البنات، كنتمنى منكم تجربوها ولا عجبكم الفيديو فشاركوا مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش حبيتكم التعليق الزوين اللي كتحفزني كتخليني نزيد القدام. والسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله. كراتان غزالة 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 كتشهي ما شاء الله، ما شهيتكم فيها، سمحوا لي البنات غزالة. والسلام عليكم.